تتحدى هي الحارة من أدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. خالي يا خال اخي خرب بيتك لك، شو عم يصير معك؟ الدخله عم بهك المحل. اوه علينا، شو بدنا بشوكات؟ رجعنا لنفس السيره. لك سيره شو؟ لك يخرب بيتك عم علي افوت على شغلك انت. لك ترك هيك، الله يرضى عليك، هيك ما بيجوز من الله. اول بشر اخي الله يرزقك، والرزق من عالي سما بيعطينا ايه من بده. ثاني بشر لك هون، انت عم هون هون واحد بيشوي في الشيء هون. شو بدنا نعمل بعصام؟ عم نترزق، عم نتسبب، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نروح لوين نروح؟ يا ابني ما عم نقدر نكمل شغلنا جوا. شو هالنوال عمي؟ شو بتوصل منه؟ تركي روح دور على رزقتك برات الحاره، لك انت عم تقطع رزقنا انت، لك كل زمان القهوه عم تضايقوا من دخانك، وهي دكانك ابو عصام والخضري مليان دخان، شو هاد؟ لك مضبوط كلام عمي ابو حافي، لك حتى الزباين عم تشم ريحه الخضره والفواكه في الشيء. دقت عينكم على رزقتي، شو ساوي انا؟ شو ساوي؟ يا عمي قبل ما تنطق فكر شو بدك تحكي، لا تفلت لسانك، خلص ما لها حل، لا إله غير القرنه، يلا. ليش لاشوف غير القرنه؟ هي مو اسمدية عين، هي اسمدية عين، هي كل اهل حارة الطبع ما حدا حكاني الا لما رجعت حضرتك بالسلامة. طب ما تسالك ولاك. لك ابي الله يرضى عليك، روح على شغلك انت، روح. هذا طلع معك تركي هيك بالحكا؟ ايه عم بعصام، مثل ما سمعت، يعني كل اهل الحارة ما حدا حكوني الا انتو، عينكم على رزقتي. اشهد ان لا اله الا الله. ولك تركي احفظ كلامك، نحن عيننا على رزقتك. خير شو في؟ ليش طالع صوتك لك تركي؟ وانا شو عم شوفك؟ يعني يا عم بفكر بموت ايدك. ان شاء الله بدهم يلعوني من الحاره، الله وكيلك تنطر. يخرب بيتك من حالك. ولك فشرت، نحن ما بنقلع حدا، لك عم نحكي معك كلام مدوسك، بس انت مخك ما بده يفهم. اسمعوا لك، اللي بيشوروا فيه الكباريه بتنفسه من تمساكه. شو بدي نفس يا عم الضابط؟ شو بدي نفس؟ الله وكيلك، الله دخيل، اسمه خالي الفش الا دخنه. شو بدي اشوي على المي؟ ايه على المي؟ ابو ظافي طفى الفحم بالمي قدام الكل. قدام الكل سيدي،
دخلك وتنكي ما بحت عليه مثل الاباوي. سيدي ما فتح تمه بكلمه. اوف شو صار بعدين؟ سيدي اجى ابو ظافر مسك تنكي من ايده وراحوا لوين ما بعرف، هذا كل اللي صار. ماشي روح عشان الخوف. احترامي سيدي. والله طالع منك يا تنكي. هلا ابو عصام هيك عمل فيك؟ شو صار بساعة من نعمل غياب الحكم؟ الله وكيلك عملنا بدايت عينه على رزقتي، قال شو؟ دخان الفشه خلقه وما خلى عصام يكفي حلاقه للزبون، هذا هو ابو عصام. تنكي لا تكون عامل لك شي فلطي. لا يا حكي، هلا كل ما صار شي معي بتقلي عامل لك شي فلطي، عامل لك شي فلطي. الله وكيلك من الوقت اللي رحت فيه على حارة الطبح وعيني على رزقتي، بس ابو عصام الله يسامحه بس دايت عينه على رزقي. بعدين تعال اقول لك عقيد، يعني من يوم يومي وانا بالحاره وعم بشوي الفشه، الدخله ما دايت حدا، اشمعنى وقت اللي جاب عصام خنقته؟ تنكي حاجة قربة وجعلي راسي منها. خلص عقيد، هم سكتت. ياما شو صاير له عصام؟ انت عم تقول شو صاير له عقيد؟ الحارة كلها عم بتقول شو صاير له. الحارة كلها عم تحكي هيك على ابو عصام؟ ايه عقيد، الحارة كلها عم بتقول. شو بدك تساوي عقيد؟ هذا ابو عصام كسر بخاطره لتنكي. الضبضب قلتيه بشغلك ابو الحكم. راجع لكم. يا ميت أهلا وسهلا فيك يا نادية خانم، خطوة عزيزة والله. الله يسلمك، عن جد معزبة حالك كتير خالي محاتي. لا أيو شو هاد كمان؟ قطايف؟ حب تعرف القطايف كمان؟ يا العيون القطايف خالي امزكي، أنا مو بس بعرف القطايف، أنا بموت عليها. بعيد الشر عنك، بعيد الشر. يا بشو منك، ما في شي من واجبك. يا ميت أهلا وسهلا فيكي. نادية خانم نحن عنا هون بالشام، على قد ما منحب الضيف، على قد ما منكتر له ضيافته ومنقوم بواجبه. مظبوط. هلا نحن إذا رحنا لعندك على فرنسا ما بدك تقومي بواجبنا؟ يو خالتي امسكي، وانت شو أخذك على فرنسا؟ شريفة لك كلمة وقلناها، دغري ركزتي عليها، دغري حطيتي ببالي، طولي بالك علي. صحيح نادية خانم، الخميس الجاي عرس مطيعة إن شاء الله، بقى يا ريت تتفضلي تشرفينا. ألف مبروك، مين هو العريس؟ عبدو، عبدو أجير الحمام وماسك البايكة تبع أبو شاب الله يرحمه، بعدين زلمة رجال وزقرتاوي كتير ظريف. يلا تفضلوا مدوا إيديكم يا ميت أهلا وسهلا. بعد إذنك أم حاتم، أنا حابة أتفرج على البيت. اعتبري البيت بيتك يا أم شريفة، الله يرضى عليكي، قومي مع نادية خانم ورجيها على البيت. حاضر يا أم، تفضل نادي خانم. على علمك ابو النار، لما اجى على الحاره مو قلنا له اهلا وسهلا فيك وتفضل واسترجي والحاره حارتك؟ ايه بس شغله اجانا، الدخان اللي عم يطالعوا عمانه، ما عاد حدا يقدر يقعد بالقهوه من الدخان اللي عم يطالعوا. اذا هيك حقك على راسي ابو حاتم. لك اخي شغلته نكته بقى، خلصنا ابو حاتم، شغلته نكته، زلمه مسكين فقير ومعتر، بده يرجع يشتغل اخي يترزق الله، ولا قطع الاعماق ولا قطع الارزاق، شو هالشغله هي؟ بس بلا شغله الدخان والشوي والفشش ولا رأيت، والله خلقه ريحه. ايه والله لبنين طلع لي بهالموال، الله وكيلك يا ابو عصام ما بعرف. يا سيدي خلصنا، سامحنا، بس كمان في شغله يا ابو النار. هات شو اسكتوا بتفهموا؟ شو حاطط؟ شو نضر؟ شو نأذى بالبسطه بالاواتير تبعه وعندي انا بدفعها؟ هي لا ابو عصام، في غيرك سبقك، ابو ظافر رضاه وكرمه وعلى الاخر. ابو ظافر؟ ايه ابو ظافر كرمه. شو عليه اخي؟ شو عليه؟ الله يكرمه. ما قال لي الحكيات تبعني. الله يكرمه مثل ما كرمه، معلش. ايه انت اساله وخلي يحكي لك شو عمل معه ابو ظافر. احفر الكوسه مرت عمي. مرت عمي خير شي بك؟ ما في شي حبيبتي، شو بدك؟ كنت عم قلك احفر الكوسة؟ ايه احفر الكوسة. البيوت بفرنسا عندكم حلوة مثل البيوت عنا هون بالشام؟ لا أكيد مو مثل هون. يعني عندكم أحلى؟ أنا بحياتي كلها ما شفت أحلى من بيوت الشام. بتحسي
تحسي البيوت هون هيك إلا يعني تاريخ وحكايات. هذا البيت مثلا مبني من شي 50 أو 100 سنة. بفرنسا البيوت كتير أصغار والبلد كلها هيك معجوقة بالسيارات والترامواي. ولي على قامتي، الله يعينكم على هالعيشة. فعلا العيشة هون أهدى وأحلى بكتير. شكرا شريف إنك خليتيني أتفرج. شكرا. ولو شرفتينا نادية خانم، تفضلي. لا تركي، لا أكيد إلا لشوف أمرني. لك أنت بدك ضل واصي ومقطع موصل. الله يسامحك، أنا مقطع موصل. مو بس مقطع موصل، ولا واصي كمان، ولسانك مع الرباط. لك الجماعة حكوك بالذوق والأصول وأنت ما كنت تفهم، وكل الوقت بتحمي ريحة الفشة تبعك ودخلتها. لك أبو ظافر بعدين أكرمك ولا ما أكرمك؟ أبو ظافر ما أكرمني، بس جبر بخاطري. لا مو بس جبر بخاطرك، وأكرمك كمان، وجاي لعندي لهون تلف وتدور وتلفك. الله يسامحك يا عقيد، هلا انا شكيت لك مشان تاخذ لي حقي بدون ما تبهدلني. لك بدي بهدلك وكسر راسك كمان. لك اذا بتحط هون بس تنيف قدام دكانتي وبتطلع ريحة تشوي المقادم والروس علي، لا اطلع طبشها فوق راسك. طيب الله وكيلك. روح اسمعني، روح خلطي، روح لما تفرجيني وشك. تعرف شو هاد؟ لك محل ما بيحط اجوع الزلمه هذا بصير علي. ولما فات الامير ولقاها نايمه قرب منها شوي شوي وحط ايده على شعراتها. قامت الاميره فتحت عيونها وراح السحر كله عنها، وبعدين اتزوجها على سنة الله ورسوله وخلفوا صبيان وبنات. الله عليك يا بهية، من وين تعلمتي هدول الرصاص؟ آه يا ستي. وليه بهية؟ أنا كم مرة قلت لك لبقى تقولي ستي؟ إيه والله بخجل منك. لك لا تخجلي، أنت مثل أختي. يلا يلا حكينا قصة تانية يلا. إيه هذا يا ستي، إيه كان يا مكان بقديم الزمان. الله يرضى عليك يا تركي، انا بدي اياك تضل بالحاره. شو بدي اشتغل بالحاره يا عم يا ظافر؟ الله لا يوفقك، شو بدي اشتغل؟ شو ماركا؟ انت شو كنت تشتغل من زمان؟ شو كنت عم اشتغل؟ كنت عم بيع معروض تمارك كل الله بيقدرني عليه. يا سيدي ماشي، رمضان على الابواب كل سنه وانت سالم. وانت سالم يا عم يا ظافر. اي والله معناتها بتضل بالحاره وبتبيع معروض ويلي رباك الهوا يا ناعم. تعمل شو ما بدك، اللي بدك يا ساوي، بس المهم تضل هون. مشان اقول لك شو عم بيصير؟ لا 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 تنكي. لك مشان شو بدك يعني ضل بالحاره؟ لك عمي انا بدي اياك تلاوي رزق، لانه بحاره ابو النار ما في شغل. اي والله يا عمي ابو ظافر، عنا بالحاره ما في شغل بنوم. ضل بيعتبر كعك وماكل هوا يا ناعم، ويا دوب طالع ليره، وكل هذا ما بيطعمي خبز. خلاص انا بدي اياك تضل بالحاره، واللي الله بيقدرني عليه بكرمك فيه. المهم تضل هون. طيب انت عم يا ظافر بس قل لي ليش؟ يعني ما بخبي عليك تنكي، لانه انكسر بخاطرك وانا ما قدرت اعمل لك شيء قدام اهل الحاره، مشان هيك بدي اياك تضل بالحاره. كله من ابو عصام، كله من ابو عصام. الله يهديه ويهدينا. شو صاير له هالزلمه ما بعرف، شو صاير له ما بعرف. ايه الله يعين كل حي على بلوى. هو الله يعينه؟ هو الله يعينه يا عم ابو ظافر؟ ابو عصام انا بعرفه من تحت لتحت. اخ يا عمي ابو ظافر، لك تعرف وين عم بيروح وين عم يجي؟ ذاك اليوم لحقته بس ما عرفت وين راح، غاب عن نظري. ما عرفت اللي بالمحارة؟ بلا هندي بعمل عرفت. احكي لي تركي، احكي لي. جاي لهون نادية، وين راحة؟ انا بدي وصله. ولا لا بتعرفي خالتي مزكي؟ شو انا عن جد هلا مالي رايحة على البيت. لك وين راحة؟ وين راحة؟ رايحة على المشفى خالتي. ايه بكره بتجي مثل هلا بتاخذيني بروح لعندك بشرب فنجان قهوه بزدل على بيتك. اكيد اكيد استنيني بكره. ايه يلا يلا معك ناديه خانم. الله معك. يلا وانا رايحه. عادي ام زكي خلينا نشرب لنا فنجان قهوه. تقبرني لا ما بدي عذور، هي اشغال كثيره، وانتو عنكم عرس ان شاء الله الهي الف مبروك. الله يبارك يلا فيك. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامه. عزيز تعال شوف. تعال امرني عمي ابو حاتم. ولك شبك انت شبك، ما تنادي على رزقك. شلون يعني عمي؟ شلون؟
انت شو عم تبيع؟ حجار حمام وصابون غار، بدك تنادي صابون غار، حجار حمام، اللي بده اللي عاوز، مشان اللي بده بده يسمعك، بيجي لعندك بيشتري لعندك، شباب. ايوه، وين عمول؟ ليش الزباين ما عم تجي تشتري من عندي؟ لك كتر يلا. خيرك عمي، كتر خيرك على الاستفاده. روح استرزق روح. يلا السلام عليكم. سمعني صوتك. السلام عليكم ابو شوكان. وعليكم السلام، لك اهلا وسهلا. شلونك؟ علي بدياك تزبط لي هالنقرة. ايه ما تكرم عينك. لك ابو شوكات اللي معقول هذا اللي اسمه عزيز عمي ابو حاتم عم يعلمه شغله؟ شلون يعني؟ ما عم بفهم عليه. لك هلا شفت عمي ابو حاتم عم يعلمه شلون ينادي على رزقه. ايه شو فيها؟ لك مسكين بيكون اول مرة عم يشتغل على البسطة، وعمك ابو حاتم عم ياخذ ويعطي معه، ما فيها شيء. ما بعرف يا ابو شوكات، ما ارتحت له بنوب للي اسمه عزيز. صبحي ابوس ايدك، ها لا تعمل لي فيها ابو جودات، نحن من غير دفعه بنرقص. شو بده يكون يعني؟ عويني مثلا؟ بركدن يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هذا شكله شكل عويني. ايه ما علينا. المهم يا ابو شوكات، بكره بتشوف انه نظرتي ما بتخيب بنوب. طلع فيه يا لطيف. خير ان شاء الله ابو شوكات. شوفي ايه شو هالنظره الدباحه، ايه بالشق الصخر شاق. ايش ابو شوكات ايش؟ لك فهمين؟ دي سألك، انت ما في لك قرايبين بالشام؟ يعني خال، خالة، عم، عمي؟ والله أنا مالي غير رب العالمين، يعني هل كم حدا طيب شروع أحسانك؟ الله يجبر بخاطرك. لك فياض، انت ما بدك تتجوز وتكمل نص دينك. ابن وين يا حسرة؟ ولك انت انوي والله سبحانه وتعالى بيفرجها. يا سيدي وهي نويت، وبعرف انه الفرج من عند الله، بس قل لي شوف مين بده يرضى بهيك حالي؟ ولو بتلاقي كثير، ما في اكثر منهم اولاد الحلال، في نسوان كثير بنات حلال. ايه هذا الحكي ما ضمينا، ايدي بزنارك لاقينا شي بنت حلال. انا بدي لك شو أنا خطابة؟ روح أنت دور لحالك. إذا أنا بدي دور لحالي معناتها بدي اشتغلي شي سنتين ثلاثة وعملي شي خميرة منيحة وبعدين بنوي عن حقها. طيب يا سيدي إن شاء الله دايمة. يا الله بالإذن. يا الله. لك فهمي؟ تعرف شو؟ نعم. حاسس لك إنه قوطك مخلوقة. قطي؟ لك ايه قطة، ليش ما بتيجي تقعد بقطي؟ لا لا لا، قطي منيحة ومهواية وما أحلاها. لك تعال هون، وين بدك تروح؟ عم قل لك قطك مخنوقة يعني قطك مخنوقة، واليوم بدك تقعد بقطي وأنا بدي أقول لك أغراضك. لا 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 يا أخي لا. اي والله وبكسر الهال بدك تيجي تقعد بقطي شيء. أخي ليش تحلف؟ ليش تحلف؟ ليش تحلف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايش إنه ما بيصير؟ لأنه أنا فياض العاطول الباطول الفاشوش، أقعد بأوضة مرحش رحى برحى، وشيخنا تاج راسنا يقعد بأوضة مخنوقة. يا الله ما قال اليوم نقل لك أغراضه. طيب يلا ماشي الحال. يلا شو صار معك معلم سعيد؟ والله لسه ما صار شيء. اليوم مر لعندي أبو سطيف الشاغوري وأخذنا وعطينا أنا وياه بالحكي. وجد سيرتك. وبشو اجت سيرتي؟ بالخير، ما قلنا له شيء، بس سألني عنك، رد لك الدين اللي برقبته، قلت له بيني وبين سعيد ما في فرق، لأنه سعيد رح يصير عمي. بقى شو صار معه؟ أخي بدها شوية وقت، بدها شوية وقت. عمي خذ لي طريق، أنا تعبان وبدي أروح نام. اهلا وسهلا فيك. صحيح انك تريح نام بس واجبك حاضر. اهلا وسهلا. الاصل ما هنالك، قلت يا حالي ان كنت اخرت علينا شوي بالرد،
فحبيت مر سلم عليك واشرب لي فنجان قهوة عندك إذا ما فيها مضايقة يعني. لا أعوذ بالله، شو فيها مضايقة؟ أهلا وسهلا فيك أنت ما كان. أنت ما بدك بتجي لعنا على القهوة وبتشرب. يعني بس بالقهوة بتستقبلونا؟ ليش بالقهوة؟ هي أنت هون عندي بالبيت، أهلا وسهلا فيك. هذا هو أب حاتي وهذا اللي بنعرفه عنك، وشان هيك طلبنا القرب منك. ما قلت لي يا عمي؟ فكرتوا باللي قلنا لكم يا؟ ايه فكرت عمي، فكرت. شوف خال، الجواز اسمه ونصيب، وانت مالك نصيب عنا. وليش بقى؟ ليش بقى؟ عم اقول لك مالك نصيب عنا، ما عم تفهم علي؟ شرفت. قول واوي اللي بينقال له لا يا ابو حاتي، ولك واللي رفع السماء وبسط الارض لدفعك الثمن غالي. الين واوي، تعال اشرب لك كاسه شاي. تعال ليك هلا طلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي واي كاسه. شو شايفك ما على بعضك خير؟ فهنا شيء هلا عمي أبو فارس، الفقير لازم ياخد من توبه. معلوم لك ابني لازم ياخد من توبه. وليش بقى؟ لا يدفى اللي ما بياخد من توبه يا واوي اي بيزمطر من البرد. بس كتير فقرة اخدوا زناقيل وعاشوا، وبعدين كلياتنا اولاد تسعة بلا صغرة. عمي أبو فارس مزبوط كلامك. ليك سعيد اللي اخذ بنت ابو عصام يهدله فقير معتر ودرويش، كل شهر بيغير صنعته، بس الشهاده لله اسقرته قبضاي. ليش انا شبني؟ على سلامتك والله، ما حدا بيجيب سيرتك الا بالخير، بس اللي لشوف حاطط عينك على شي بنت واحد زنجيل بالحاره اطلبته وما عطاك اياها؟ لا لا ما في هيك شيء. لكن ليش عم تحكي عن حالك هيك؟ أنا قصدي يعني إيش كان طلبت شي بنت من الحارة بيعطوني؟ بيعطوك لك ابني ليش لحتى ما يعطوك لك؟ أنت أصلي وقدع وبعدين بإيدك صنعة مثل الذهب. يعني ما بيعيبني شي؟ بيعيبك يا واوي هو اللي بيكون عايب. وهي أنا هدول خلصتهم، شوفي لنا سعاد خانم إذا عندها في شي تاني مشان تساويه. لك خزيت العين حولك، ايدك خفيفة ما شاء الله بالشغل، ما بكشي لك فريال. ايه منيح اللي قلتي خفيفة بالشغل، اخذت ايدي لك ام زكي، بس اول وحدة يا لطيف يا لطيف شو عذبتني. ايه حبيبتي هلا انا بروح لعند ام عصام، اذا جايبة شغل جديد دغري بجيب لك شوي. معلوم لازم تكون جايبة شغل جديد، معقولة بس نعمل هالكم عباية؟ دخلي شو اخبار هي الاجنباوية؟ ما عم بسمع شيء. ما عم تسمعي شيء ولا ما بدك تحكي ام زكي؟ لك قلت لك ما سمعت شيء، واذا سمعت شيء ما بدي لك جكاره فيكي طقي موتي. بدك مني شيء؟ لا ما بدي شيء سلامتك. يلا الله معك. قلت لي اليوم عرسه؟ اي والله يا عقيد اليوم عرسه. والله يا عبده بيستاهل، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا عقيد، عقبال ما نفرح بجودي يا حق. تسلم لي سيف هيدا، هي تعطيها لاخي عصام، خليه نقطه فيها لعبده. مشي مشي عقيد، الله يبارك فيك. أبو صبيح وهدول أعطيهم لعبده لو أخوك سمعه ما معه غيره. كفو كفو يا سمعه يا ابن الأصول. الله يبارك فيك لك سمعه، الله يبارك فيك. الله يخليك عقيد، كتر خيرك. إيه سعاد خانم، هاي جبت لك الشغل من عند أم حاتم ومن عند فرياد، مين بقيا؟ يسلموا إيديكي. الله يسلمك. بي فوزية وبوران. بوران اليوم بتجيبهم؟ الحمد لله خلصنا شغل. ليلي رح تجيبي شغل مرة تانية؟ لكانك امزكي لك، لسه ما اشتغلنا شيء. شايفي فوزية ليكم بالليوان. دلال ليلي بابونا اشتكعتك حكي مضغوصة شوي. سلام عليكم. عليكم السلام. أهلين فوزية. أهلين امزكي. تفضلي سعاد خانم، هي لعبي وخلصته. الله يسلم الديان، يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكي. انت بدك تكشكشينا؟ شو تكشكشينا ما تكشكشينا؟ يوه يبليكي بحمة وبردية يا فوزية، هذا الشغل للفقرة وطلاب العلم. لا لا بدي احكي ستي. يوه للفقرة؟ صلاة محمد سعاد خانم تحكي؟ طالما حلفتيني يا فوزية رح اقلك مزبوط، هذا الشغل كراه بده يروح للفقرة وطلاب العلم. وليش ما قلتي لي؟ ليش انا شو ناقصني لسعاد الفقرة؟
والله أنا قلت إنه أنتوا عليكم ديني وما بتقدروا تساعدوا. وشو عليه؟ أنا كمان بساعد الفقرة. ليش شو بني أنا؟ ليش خبيتي علي إمزكي؟ والله يا فوزية ما لي عرفانة شو بدي قلك. أنا آكلة همك. آكلة همي يا إمزكي؟ آكلة همي بتقومي بتخبي علي وبتحرميني من الأجر والثواب؟ صحيح أنا وجوزي وضعنا على أدنى، بس نحن أحسن من كتير عالم ومنعرف بالأصول ومنساعد الدرويش، لأنه ما بيحس بالفقير إلا الفقير مثله. بس أنتوا هيك من يوم يومكم بهالحارة تحسونا أقل منكم ومساكين. سامحكم بس الله يكسر بخاطركم. فوزية يا فوزية فوزية يا مشبه فوزية. ما في شيء. لك شلون انسحبتي من لسانك انتي؟ شلون؟ قبليني بحمة، والله ما بعرف ليش انسحبت من لساني. انتي ما قلتي لي لا تحكي لفوزية، شو اعمل انا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كسر بخاطرها البنت. شو بك فوزية؟ لك ليش عم تبكي فوزية؟ خير فوزية خير؟ شو بك؟ شو صاير معي؟ ما في شيء ابو بدر، ما في شيء. شلون ما في شيء وانت عم تبكي والدموع عخدودك سكاين؟ عم لك ما في شيء، روح من وجهي، روح على شغلك. يعني ما كملت تأشير بهالبتنجانة؟ لك روح من وجهي ابو بدر، روح من وجهي. اما هي خالتي امزكي كل عمرها هيك، لك ما بتنبط فوله بتمها وبلي عليها وعلى الفعله. هي وهي ختياره كيف لما كانت صبيه. لك ايه والله صحيح. عيب يا مو عيب انت وياها، ما تحكوا على اللي اكبر منكم هيك. انت نقعتي رزات؟ لا يا مو هلا بروح. بروحي. اهلين يا عبي. اهلين ابي. اهلين اهلين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شو اهلين ابن عمي، هدول عبي. اهلين يا عبي. عبي لمين العبي؟ اهلين علي الله يرضى عليكي. الي. الك الك انت؟ ايه ابن عمي الي. ايوه اتركونا ابي شوي روحوا. امرك يا عيني. على عيني. شو هذاك سؤال؟ شو ناقص عليك انت حتى قاعد عم تشتغلي ابن عمي؟ مو ناقص علي شيء ابن عمي، هذا شغلهم مو الي. لك شلون شغلهم مو الك؟ هلا انت لي ليه؟ قصدي كراهن مو الي. كراهن لمين لك؟ ها؟ اكراهم بدي اشتري فيه مونة للفقرة وطلاب العلم وللفرارية. ايوه هلا هذا الشغل هيك طالع من كونك؟ يعني عم تشتغلين انت لحالك؟ لا ايوه عم بشتغل انا ونسوان الحارة كلهم. ابدا هلا كل نسوان الحارة كمان عم يشتغلوا معك هالشغلة؟ ايه تقبرني. لك الله يخلي لي اياك، الله لا يحرمني. لك الله يرفع راسك أكتر وأكتر، والله يبارك فيكي، والله ما تأصل كل عمرك، والله والله مو غريب عنك. لا والله لك أنت بنت البلد. إيه والله وبرتفع فيك الرأس لفوق لفوق. الله يخليك ويديمك تاش فوق راسي يا تقبرني. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير من عالي سماء. صحيح نحن فقرة ومعترين والله بيعلم كيف بنقضي نهارنا، بس كمان نحن بنحب نعمل خير. لك يا بنتي يا حبيبتي فهمي مني، يلي عليه دين ما بيجوز يتسدق. ايه ما بعرف انه ما بيجوز، وهلأ عرفت مشان هيك بدي اتسدق بأجار لتلت عبي كرمال الله يفرج علينا ويفتح بوشنا ويخلصنا بقى من هالدين اللي طلعت لنا من غامض علمه. طيب مثل ما بدك، الله يبارك فيكي. خلص رح نحسب اجرة تلت عبي. وبدي انزل على سوق الخياطين جيب شك وخراز غير تبع الفقرة والمعترين. مثل ما بدك. يلا استودعناكي. يوه شو هالحكي هاد؟ ما شربتي شي؟ والله مستأنسة فيكي تقبريني. لك شو جاية جربك يا أم بدر؟ أنا بضلي بخير يا حبيبتي. خلي لي ياكي، خلي لي ياكي يا حسام. يلا الله معي، الله معي. سلمي على الصبايا. الله يسلمك، بيوصل إن شاء الله. الله معك. مين بيروح معك يا فوزية؟ مين؟ بلح بلحي ولا لم بيتو يا لحب الغداك يا زبالي
والله ما بعرف يا مو، مدري لوين راحت. لا 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 Thank you.
ربي يسعد مساكي. مساك ابن عمي. الله ريته ألف مبروك. الله يبارك فيك. قعدي مطيعة. قعدي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ابن عمي، يا عيون ابن عمك، يا صمصومة قلبه لابن عمك. امي وصتني. على شو؟ انه صلي ركعتين لوجه الله تعالى. ايه شو علي؟ واجب نصلي ركعتين. قومي بنت عمي، قومي خدي راحتك ببيتك. حاضر. ولسوف يعطيك ربك فطرت. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. دونك tu es bien rentré dans la maison d'Abu Hatim. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je peux vous assurer qu'Abu Hatim est loin d'être un homme de politique. Jean Nadia, moi j'étais assez clair avec toi. Je t'ai pas demandé d'analyser la personnalité d'Abu Hatim, mais de bien fouiller dans ses affaires. Et je n'ai rien trouvé. Tu as ouvert sa propre armoire? ياللي بده يتحدى هي الحارة من هدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى.